ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص يا جدعان، قبل ما نبدا اي كلام طبعا عارفين هتعملوا ايه، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك على الفيديو ده. عايزين نوصل الفيديو ده لبصوا ل 200,000 لايك، 500,000 لايك. اكرامي يا جدعان، الكلام إيه؟ على ايه؟ الكلام يا باشا على موت. ايه المطلوب يعني؟ يا باشا هنعمل تحدي. ايوه بينج بونج. هنحط عليكم. بقول لك ايه، ما حدش هيحط علينا. هنحط عليكم. بص دلوقتي هوريكم منظر دلوقتي هنصعب على الكافر. بقول لك ايه، ما بسمعش انا ولا اسمع ولا ارى ولا اتكلم. انا ما بتكلمش، بنفذ بس. انت ايه؟ ما بتكلمش، بنفذ بس. انت فين خايفه ايه؟ بص، عارفين لعبه البينج بونج دي احنا نلعبها؟ هنلعبها انا ومين بقى؟ يا انا واكرامي، يا انا ومين؟ هما الاثنين بيتحدوا الكلمه دي. هي دي اللعبه. بصوا بقى احنا بس مش هنعمل زي الناس دي، الناس دي شكلهم حريفه. والاستاذ ميم والاستاذ اكرام بيتحداني في البينج بونج، وانا اصلا من ثانيه ابتدائي وانا بلعب لعبه البينج بونج دي. زي ما احنا عارفين ده الحكم بتاعنا. هتخسر يا ليم. اول حاجه كده ما سمعتش منك حاجه. كابتن حلم ميمي، على فكره انت بتخش على جوجل وبتلعب بتجيب زي كيف اتعلم البينج بونج. بص يا استاذ نمر، اتفضل. لازم تعرف فرق المستويات. ايه المستويات؟ في هو المستوى الاول ده بيبقى دايما في شهر 3، وفي ده كورس انجلش. سوري، بنتكلم على البينج. ماشي. جزء بالنسبه للبينج، لو في لعيبه هات رجالتك وتعالى لي. بص انت بقى مش هجيب، ما تجيبش رجالتك، هات صوتك اللي راح وتعالى لي. صوتي راح بس عقلي فيا. في ايه؟ ادائي عالي، قوتي دايما سبقاني، قوته محركاه، حياته مبهدلاه. ولا بس استهدى بالله، استهدى بالله. لسه احنا كده هنعدي فلوج 3 ساعات لبال ما تخلص كلامك. بص يا جدعان، هي دي البينج بونج. بقول لك ايه، انا هحط عليك حته وحشه قوي. لا انا اللي حطيت يابا. يا باشا هروحك من شرم لحد القاهره على حسابي الخاص. فينا وش. بقول لك ايه، في لعيبه. الكلام على ايه؟ الكلام على الدنيا. ايه الكلام عنا؟ صباح. اسفين يا جدعان على الصفحه اللي انتوا بتشوفوها دي، بس والله دي لما ببقى معاهم بحس الواحد بيقلب ثانيه ابتدائي. ايه علاقه ثانيه ابتدائي؟ كل ما اقول حاجه اقول ثانيه ابتدائي ليه؟ مع اني ما كنتش جاي فيها مجموعه. استنوا اللي جاي وتابعوا وتوقعوا بقى مين كده اللي هيكسب. توقعوا، واللي يتوقع صح راح اعطيله نص ثروتي اللي هي اصلا مش عارف كام. يلا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس على الفيديو دوت. والسلامه. بص يا جدعان، الناس دي باين صحاب الترابيزه، الناس دي مش عارفين فيهم اللي هيكسب. صحاب الترابيزه مش عارف هنعمل زيهم. ميمي هتعرف تعمل زيهم كده؟ باشا اعرف اجيب الكور من على الارض. ده اللي تسالني فيه، ده اخرك ولا ايه؟ اهم حاجه انك ما تلمس البلاط. يعني مش فاهم. يبقى في تيم هنا واحد واقف هنا. اولا انا حابب اشرح بس الجمهوري، اللعبه دي اسمها هونج كونج. يس. صح كده؟ اول حاجه اسمها بينج بونج. بينج بونج بتاعت ابو الليف. لا يا حبيبي، هي كانت المضارب زمان بينك فخليها بونك عشان بس خليها عشان شفت فيها كتاب دين. اوكي يلا. دلوقتي يا جدعان هنبدا التحدي، انا وهذا الخرتيت، وان شاء الله الفوز لنا يا نمرويه. وري بقى النمرويه، شوف بقى جيش النمرويه موجود اكتر ولا جيش منتخب ميمي. حماده، حماده تعالى. بص بس عايزين لعيبه. اتفضل. انا هقيسك يالا يا شبه خالتي. تعالى نسلم بس المضارب الاول. هو الاضاءة هنا احسن ولا لما تبقى هنا؟ نجرب؟ نجرب. مش بس الاضاءة. يلا. ده انا لعب. لا لا لا. يلا نلعب. لو كسبته هيطلع يعني. قرب شوية، بطل تشغل دماغك، قرب شوية، قرب شوية. عشان كده تيجي كلهم. مش السوبر ده يطلع يعني. انت عايز الصوت عايز تكسب. انا المخرج. استنى استنى استنى، العب بس كده، العب. ماشي، العب. طيب ها ها ها، 2-0. ايه؟ ماشي. انا اسمي الحياه. استنى، ازاي ده بيلعب صفات غريبه؟ العب العب. انت كنت بتلعبها من تانية كام؟ والله استنى، الحق استنى. بص بيعمل ايه؟ العب العب يلا. 2-1. استنى طيب يلا مين؟ يلا. اقسم بالله بيلعب بطريقه غريبه. يلا يلا العب. فوتك انت ليك 1-5-0. اوه 3-1. انجز يا عم. انا اللي كسبت. 3-1. 3-2. خلي العيال تلعب. معلش صوتي بس. صفات انا. بص بيلعب صفات غريبه، اقسم بالله اول مره حد بيلعب بالطريقه دي. يلا العب.
هو انتوا بتلعبوهم على الارض يا جماعه. خليك انت فيها، خليك انت فيه. كام كام صمت. تعالى علمهم. يلا بس ثلاثه كده، انا قلت اجيبه معاكم في كده. بص كده 3 3 يلا كده 4 3 ليا، 5 3 ليا. شكله هيعملها ولا ايه؟ بس بيلعب بطريقه غريبه مش فاهمها. كده 6 3 7 3 7 3 اتفضل. يلا يا نمراوية شد. اقسم بالله الفوطه بتضحكني، مش عارف العبها. بص 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 بلعب الكره ازاي. واو 7 4 7 4 ده اسمه سيرف الشلاحات. ده سيرف الشلاحات. 5 و 7 5 اي 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 كده 8 5 8 5 ليه؟ انا متهيألي ان هو مفكر ان هو بيلعب الترابيزه على الارض. بيلعب تنس. 10 كده 10 7 هما الاثنين في الشلحات يا جماعه. اجل هات البدنه لسه كده 11 11 7 11 12 7 12 7 يا 12 8 قسما بالله اهي الترابيزه دي، الترابيزه دي ارض، ده مضرب، دي كوره، العبوا هنا. 12 8 ما ايوه انت ما كنت 7 من 8 ما شاء الله عليك كبرت كده. 13 كم 13 8 نمرويه فكوكو ده كلها بسيبه عشان يكسب، لانه قناته تعالوا في قناتي هتشوفوا الاداء. محمد حلمي فيسبوك يوتيوب انستغرام. ها البتاع ده مش 14 الكره مش مفروض. طب اقول لكم حاجه 14 لعبوا بس بعد ما تخلصوا 14 كده كام 14 9 14 حماده. بس انا حماده بقول لك ايه، انا هحط عليها حته وحشه قوي مش هيتضايق منها. اوكي طب نشوف بتطلع عليك اصلا. بس ايش اوه كده اللعب مع العيال يصغروا. اوه الكبار يرفعوا. يلا 18 10 ماشي 14 اصلا هم 13 14 ايه ده يا عم. يلا نجيب ما تحورش انا بيستنى بتاع كده 15 كام. يبقى استفاد انا. بص يا جدعان انا مش هخليه ياخد نقطه تانيك زياده. ستاشر عشرة خليكم انتوا تلعبوا كده والاتوبيس يجي يروح القاهره واحنا قاعدين نلعب. يقول لك يا عم احنا اتوبيس كده. انا مش هيشوف مكسب في حياته يعرف بيتعامل مع مين، بيتعامل مع النمر. انا اصلا وانا صغير حاول ايه ناس تعدي تاني من الناس تعدي تاني ولا ايه؟ الكوره بتاعتك؟ المضرب بتاعك؟ اتفرج. انت بتبص لي بتبرقلي، انت بتبص لي خليتنا نتوتر. انت اسمك ايه؟ انت زي العسل. يلا اتفرج على هنا حبيبي عشان يلا يلا يا عم انجز بقى مخيط دلوقتي. بصوا بيطلعوا اجيال. حول الله ادعي لي يا عم. تحب النمش؟ يلا ماشي 17 11 يا ابني انت خسران يا ابني. يلا انجز بقى انجز بقى يلا. 18 11 11 ايه جيت عندك انت تهبل بس ده مش ده ما غلطش. انا غلطت يا عيش وحده خد يا ابني. انا الحياه والناس بطبيعته لا يمكن تقبلوه.
يلا خلص الدور انت بقى كده انا وانت ما تعصبش انا بعرف انا خلص الدور بقى كده خش بقى انت استنى يلا يلا كده كام 19 اخر نقطه لا لا الفرن المايه ايه ماشي خليها 35 طيب ماشي يلا عشرين 11 كام 11 يعني اب واحد او فينش إيه؟ واحد او فينش لا ما احنا فرق 35 يلا قبل الفرق الغريبه دي 21 يلعب يلا حبيبي هيشوط وشك يا حبيبي لا خلاص لا عيد من اول 19 ايه يا جماعه المره ما تجيش في وشك بس خايف عليك يلا اوه يا ابني انت خسران لسه ماشي بس انت دفع وخلاص 20 13 20 13 كابتن يلا 20 13 21 يا عم هو بيجيب بس في رقم 13 معناه ان انا كسبان هو فرحان قوي ب 13 يلا العب ايه 23 الفرقه دي كده عشان عارف بس هو خلاص اخر 20 13 فرقه 35 قدامكم طب بصوا 3 دقايق دلوقتي الاول فيهم ماشي يا 21 لا انا عايزك تلعب تكنيك الاجانب هما بيلعبوا بيرقصوا تكنيك 21 15 ماشي يلا بص بقى سيرفاتي بقى اوه 21 16 ليه غريب يا عم لا تعالى خش خش ثواني يا عم عشان نوثق اللحظه ازاي عامل ايه عارف انا مين انا محمد حلمي قول لهم يعملوا ايه سيرشوا على محمد حلمي على فيسبوك يوتيوب انستغرام عايزين نوصل الانستغرام ل 600000 شاطر يلا انت عايز اكل يا عمده ايوه انا مش واخد بالي ايه ده مش ده ميمي بتاع اليوتيوب هاي بحبكم كلكم بص عيد يلا خش خد صوره بسرعه يلا خد يلا بينا خد صوره يلا مش ماشي يلا يا ميمي انجز يا ميمي يلا انت العم بقى كده على الكاب تاني ايه يا بابا فوره من 5 يلا ميمي يلا ميمي يلا كده كام 24 ل 14 يلا يلا 15 23 15 ماشي يلا امشي بقى ماشي كده 25 ل 14 24 15 حرام يلا لا خاف على الطفل 26 25 25 بتاعتك انت؟ بس ما سمعتهاش كامله وسمعتها انت كان ناقصه حاجه اللي بنت بتغني صح؟ سمعتها 26 ابني يا عم الفرن ده خلاص سبعة وعشرين 15 لسه الفرن من 48 لسه ايه يا عم؟ طب حد جاي يجيم على 500 جنيه اللي يكسب ياخد 500 جنيه ولو انتوا خسرتوا اخد منك 10 جنيه بس الفرق ما بيننا ان هو 12 نقطة وفرحان بالالعب ماشي جاي على 1000 جنيه العب هنا على كده انا ميمي الحياة يلا 27 16 28 16 انجز يا عم مبسوط يا حبيبي؟ يلا يلا 29 انجز يا عم بقى 28 خايف على الطفل ها 29 لما كنا عاملين دوشه وزعجين الجيران عايز تعمل ايه؟ بدل يا عم بدل ده هيفرحطني عندنا الشمس جايه في عيني اصلا شمس ايه مفيش اصلا شمس
انتوا كده قعدتوا نص ساعه زياده. لا خلاص يلا اخر كده خمس اسراف واكسب. خمس اسراف يلا. يلا يا زود نص الثقه اللي عندي. خسران اكتر من 12 وانتوا فرحان مش عارف ليه. يلا 33 اوه انا سايبه يكسب بخاكسه خاطر مبقاش فرق كبير. فاضل سيرف ولا سيرفين؟ كان سيرفين. يلا سيرفين يلا اكسب بشرف او اخسر بشرف. 23 ماشي 25 يا جماعه انا جايب 23 ماليش فيه. مالكش ايه؟ ماليش فيه. ده بيلعبك بظهره يا ابني بيلعبك بظهره يا ابني. 35 والحمد لله وكسبت. ايه بقول لكم ايه اقسم بالله انا كده كسبت والواد ده اصلا بيخم. طب ثانيه بس ثانيه واحده ثانيه. الكره بلاك يعني كره بلاك مش الحكم مش زازا البلياردو انا الحكم صح. يلا اخر واحده سبته. اه لا الطفل اخر واحد يا جدعان الطفل وطرني ماشي. انا عايز دوري. ها الطفل ده بيعيط. يلا دوري. بص الطفل عطلني. لا دوري. استنى هلعب ايه ده؟ استنى ايه اللي جابك في ايه ده؟ ستوري قديمه. يلا ماشي وجه كلمه لميمي. بص يا ميمي العب على قدك عمال وانا نازل اصلا. كابتن بقى لنا اربع ايام شايفين الترابيزه دي يقول لي انا هقطعك. انا هعمل كنت بلعب وانا في اعدادي كنت خاربها. انا معرفش كنت عندي سلطين بلياردو وبعت واحده فيهم وجبت واحده بنج بفلوسها وبكسب العيال عندي في المنطقه. اقسم بالله كسب وفرق بتاع 15 مش عارف. وعنده ثقه غريبه ربنا يرزقكم بنفس الثقه اللي عنده. شكرا. انت اصلا مضيع وجه كلمه للنمر. احب اقول لك يا نمر عشان ما تبقى فاهم انا صوتي رايح فراح معاه مستوايا في القوه انما انا اصلا زي صوتي قوي انما الصوت لما بيروح المستوى انت إيه؟ ولا حاجه. بص الحركه دي بص الحركه دي استاذ بس جاي بيتشطع على الواد. الواد حتى ده حتى الواد خسرك الواد. بص يا جدعان ده تعالى عند الصوره اخر حته صوره حته باذنك. بص يا جدعان سريعا كده ميمي دلوقتي خسران فانتوا اكتبوا في الكومنتات نحكم عليه بايه بسرعه والفيديو الجاي هيبقى فيديو الحكم بسرعه. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وصلك على الفيديو ده بسرعه بسرعه بسرعه. ومحمد تاني حمد حد ايدك شفت الواد ده العسل. محمد ده من فنزات يا جماعه شافني جه يتصور معايا ومسائيا. محمد ده والله ولا عارف حد فينا. الواد ده يا بص جاي اصلا حبيبنا عشان خاطر احنا بنلعب وعايز يلعب معانا نص صحاب نازل نضل. انا بعشق فيديوهاتك بعشق حياتك والله ولا يعرف حد فينا ولا عليك حتى ما رماش على سلام ربنا. محمد اصلا مش فارق معايا انا عندي جمهور واقف في ظهري نمبر 1 وانتوا عارفين. بص عشان محمد اصلا لوحده تعرفه. محمد تعرف ده ابو نضاره سودا عارفه اسمه ايه؟ ايه اقول بصوت عالي ميمي. ميمي طب عارف ده اسمي ايه؟ برافو عليك تحيه طلع عرفنا بجد. انت عرفنا بجد ده طلع ابو ستايل بيبص كان منبهر بينا. طلع عرفنا والله انا حبيتك جد والله. طلع عرفنا يا جماعه انا اسف بجد. اهو لا تأجرها منين؟ لا تأجرها تاخد تجري او ممكن تأجرها من النمره والنمره دلوقتي هو اللي واخدها صاحب الترابيزه. لو الراجل ده اللي هيحاسب لنا على اللي احنا لعبناه مبدئيا الراجل ده اللي هيحاسب على الفلوس كلها وانا لعبت امبارح جيم عمو هو اللي هيحاسب لنا على الكلام ده كله. فشكرا جدا. بص قدام الكاميرا عشان بس تتعب الترابيزه توثيقا يعني للكلام ده. الراجل هو اللي هيحاسب لنا على الجيم اللي احنا لعبناها. الراجل طيب شكله مصري وخليجي. شكرا. شكرا فكرة على الجرس بسرعه اجيب لك على الفيديو دوت. والسلام عليكم ورحمه الله. قبل محمد حلمي على اليوتيوب.
اعملوا سيرش على اسم محمد حلمي واعملوا له سبسكرايب، واحمد العمده هو اللي بيصور واعملوا كمان سبسكرايب. كل واحد بينزل كل يوم فيديوهين بتحدياته مقلب وبنخرب الدنيا. يلا اوعى تنسوا تدوس لك على الفيديو ده وتشترك في القناه وتفعل الجرس. باي باي.